بيها والله هي اللي خبطتني بالعربية. هي كل واحدة تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اه اتحشني. حد قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سيفها ونزل براس الاول ومش قلبان على جوه على جوه. ماشي؟ لا استنى بس يا عم، يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على سيفها ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقان على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهة. خالتي خالتي بنتي يا شريهة. خالتي عاملة ايه يا حاجة؟ ما ينفعش تقف تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المرة الجاية اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المرة الجاية. ايه يا بت ما تمسكي نفسك شوية، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فيه. ايه ده؟ استاذ عبدالله. ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبدالله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبدالله؟ انا صباح اخت شاديه مرات عبد الحليم. هي شاديه اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدالله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش. حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمونايه صغننه كده؟ ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا. ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. لا ما أقصدش كده، لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خورشيد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ آه. حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحقيقة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم. يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح،
بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي مش موافقة؟ مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس ايدك خلينا اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للاسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ اللي هنعيده هنزيده؟ الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، اللي سكتلك من الصبح. استني انت جرى ايه يا استاذ عبدال؟ يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا تنزلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرى ايه بقى؟ وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعه دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده؟